السلام عليكم. اليوم غادي نصايبوا حلويات اللي غتكون اقتصاديه وسهله. غادي نحتاجوا في المقادير 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الكوك، معلقه خماره، وغادي نحتاجوا الزبده، رابعه ديال الزبده كيف ما كنعرف. وغادي نخليكم مع الطريق. بالنسبه للبيض كنحتاجوا غير صفر ديال البيض، اما البيض ديالو فغادي نديروه في التسين، والدقيق كيبقى عينك ميزانك. بعد ما جمعنا العجينه غادي نصايبو حريبلات صغار، وغادي ندوزوهم في البيض ديال البيض والكوك، وغادي نشكلوهم على شكل كروفيت. نخليكم على الطريق. بعد ما سالينا الشكل الاول غادي ندوزو دابا للشكل الثاني اللي هو حلوه الهلال او حلوه قدام الخادم. خليكم على الطريق. بعد ما طابس كنزينها بشويه ديال الشوكولات، وكيف ما كنقول لكم كما العاده الزين كيبقى اختياري ليكم، وبالصحه والراحه.